للتعليق على بيان قسم الفتوى في الهيئة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور عبد الحميد، انطلاقا من موقف الشريعة الإسلامية الواضح في قتل النفس بغير حق، ما مدى أهمية التركيز على هذه الفتوى في ظل استباحة القوات الحكومية والأمنية لدماء المتظاهرين السلميين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد هذه الفتوى هي ليست جديدة، ومعلوم من الدين بالضرورة هذه الأمور، وأن قتل النفس البريئة محرمة شرعا ويعاقب عليها الشرع، فضلا طبعا عن القانون، القوانين الحالية، وكل الأديان والأعراف تحرم مثل هذا الأمر وتعاقب عليه. لكن هذه الفتوى هي اليوم بمثابة التأكيد على هذا الأمر والتنبيه على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يسمى بالأوامر. يعني هذه الفتوى هي أولا تأتي لتنبيه هؤلاء الجنود أو منتسبي كل أعضاء أو أجهزة الأمنية جميعا إلى أنه حرمة مثل هذا الفعل وحرمة طاعة الأوامر التي تأتيهم باستهداف هذه هؤلاء المدنيين الأبرياء من المتظاهرين. لذا هي اليوم تأكيد أو تذكير بهذه الفتوى، وهي في حقيقتها ليست بالجديدة. ولحقن الدماء أيضا دكتور. بالتأكيد، لأنه قد أصبح اليوم يعني قد أوغل هؤلاء الأجهزة الأمنية، أوغلت بمثل ردات الفعل أو ما يسمى بالعنف أو القوة المفرطة كما تسمى، وكانت نتيجتها مئات الشهداء الذين سقطوا في عدة أماكن، فضلا عن آلاف الجرحى الذين سقطوا بسبب هذا العنف وأحيانا القتل المتعمد لهم، ولا سيما ما جاء في الأيام الماضية بالقنص المتعمد وفي أماكن قاتلة من أجسام هؤلاء الأبرياء المدنيين. هل هذا يعني دكتور أن إطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين بصورة مباشرة في مناطق محددة سواء في الرأس أو الصدر يقع أيضا في تصنيف القتل العمد؟ بالتأكيد، كل ما يستخدم أي سلاح ضد هؤلاء المدنيين ويكون بعد ذلك نتيجته القتل هو قتل عمد. وأما استخدام السلاح ضد هؤلاء المدنيين وأذيتهم أو إصابتهم بأي ضرر آخر هو أيضا شروع كما يسمى بالقانون اليوم شروع بالقتل. لذا هذا كله هو يعد في خانة المحرم شرعا، لكنه التنصيص أكثر شيء على أنه ينتج عنه عن هذا الاستخدام بهذه الأسلحة أنه ينتج عنها إزهاق أرواح هؤلاء المدنيين. فما ظهر وما رأينا في الأيام الماضية من أرواح قد أزهقت سواء بالقنص المباشر أو حتى الغازات التي رأينا أنها هي ليست أسلحة كما هو متعود، أسلحة للتفريق الغازات أقصد بها، وإنما أصبحت أسلحة قاتلة، ولا سيما أنهم يتعمدون فيها إصابة أماكن قاتلة من أجسام هؤلاء الأبرياء. دكتور، إلى أي مدى يندرج فعل التحريض ضد المتظاهرين بمختلف أشكاله يندرج ضمن أعمال القتل وفقا للشرع؟ يعني الشريعة الإسلامية هنا ليست لا تحمل الجريمة الجنائية هنا فقط المنفذ لهذه الجريمة، وإنما كل من يشارك بها بأي نوع من أنواع الاشتراك، ومن ذلك الأوامر الصادرة من قبل المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، والتحريض سواء كان تحريضا دينيا أو ما يسمى بالسياسي أو غيره، كله يندرج تحت هذا الفعل. بل نحن أيضا قسم الفتوى ربما قصد من وراء هذه الفتوى أيضا إحراج بعض الجهات التي هي جهات تدعي أنها مرجعية شرعية وتصمت أمام هذا القتل، لأنه هنالك قاعدة شرعية وهو السكوت في معرض الحاجة بيان. فنرى بعض الجهات التي هي جهات رسمية شرعية جهات شرعية ولكنها تساند الأجهزة الحكومية بأي شكل من الأشكال، وفي مقابل تسكت عن مثل هذه الأفعال، هذا القتل، هذه الدماء التي تسيل في الشارع، فإننا نحملها كذلك المسؤولية لأنها تعد كذلك نوع من أنواع المساندة لهؤلاء القتلة ونوع من السكوت عن مثل هذه الجرائم.
هل ما جرى من قتل بشع للمتظاهرين حين تجاوز عدد الشهداء 600 كله يندرج تحت القتل العمد المحرم شرعا؟ بالتأكيد، لأنه الذي التقارير الطبية التي تتحدث عن هؤلاء القتلى، فإننا نرى أن هؤلاء قد قتلوا بعدة أنواع من الأسلحة، منهم من قتل بسبب أو بواسطة ما يسمى بالقنص، والقنص هذا معلوم أنه قتل مباشر، ومنهم من قتل كما قلت قبل قليل بأسلحة الغازات، لكنها كانت أسلحة غازات استهداف لمقاتل عند هؤلاء الأبرياء، بل حتى الذين قتلوا سواء كان بالاختطاف والذين أعدموا إعداما ميدانيا كما يسمى، هذا كله هو قتل متعمد لهؤلاء، حتى كما قلت قبل قليل حتى استخدام الغازات التي هي ليست غازات مدنية وإنما هي غازات قاتلة كما جاء في التقارير لجهات ولجان حقوقية أكدوا أن مثل هذه الأسلحة إنما هي أسلحة قاتلة، فاستخدام السلاح القاتل إنما هو شروع في جريمة القتل، وكل من سقط في جراء هذه الممارسات إنما هو قتل، والقاتل هنا قاتل عمد. بالمقابل تدافع الحكومة عن نفسها بأنها تريد فقط حماية المجتمع والأملاك العامة والخاصة، هل هذا يبيح لها قتل المتظاهرين بشكل مباشر؟ طبعا الواقع يؤكد على أنه لا يوجد أي تعرض للأموال العامة، ولم يكن هنالك أي استهداف لاستقرار الأمن أو تهديد للأمن المجتمعي ولا للأموال، وإنما كان المتظاهرون يعبرون عن آرائهم ومطالبتهم بحقوقهم، ورأينا ورأى العالم كله أن هذه الممارسات السلمية من قبل المدنيين قد قوبلت بعنف مفرط كما يعبر عنه بالقانون الحالي، وأي بصريح العبارة هو قتل متعمد بأسلحة ليست محلها هذه الأماكن. شكرا جزيلا لكم الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.